الموسيقار الكبير الاستاذ حلمي بكر. استاذ حلمي اهلا بيك. اه عم حلمي اهلا بيك يا ارجوك. فندم. اهلا استاذ وائل. انا بس اول ما بقول اسم الاستاذ حلمي بكر فالناس بتخاف. انت حتى نبهتني قبل كده وقلت خد اسماء مواقع كده واسماء حاجات و يا ريت يا ريت، بس مش هنقدر. لا لا ما ينفعش ان انا اقول. ما ينفعش. انا لو اقول لك اسم اغنيتين لا ما تقولش في يا استاذ حلمي البرنامج. ارجوك ما تقولش، احنا في ليالي مفتوحه. حاضر، ما انا قاعد اهو، انا قاعد ساكت عشان خاطرك يا وائل بيه. انا بحيي اولا الاستاذ سمير اللي قاعد. ما انا قاعد قاعد مكانك اهو الاسبوع ده. يا استاذ سمير، اذا خاطبني الجاهل غلبني، فانت سامح لنفسك ليه انك تتغلب؟ خلاص انا اتغلبت كده. الاخت اللي هي قالت جمله بس قبل ما تشتم، استني بحييك لانك قلت وجهت الاتهام للجمهور. فعلا الجمهور غلطان اللي بيسمعكم. انما بيسمعكم ليه؟ يسمعكم ليه؟ لان في حاله مرضيه في المستمع او في المشاهد يجب ان يعالج، والعلاج بالغناء الجيد. وبقول للمطربين الكبار بتوعنا اللي كل واحد منهم بنى له برج وقاعد فيه، زي ما قالوا اللي انتوا ابتديتوا من شارع الحرم، ما تردوا بالغنى. انما انتوا نمتوا في العسل وغرقتوا. وبعدين النهارده حد فيكم يقول لي ليه اغنيه ايه في السوق؟ ادوني اسم اغنيه. وبتعملوا محاولات ان كل واحد جرالكم ايه؟ حاطين رؤوسكم في الرمل ليه؟ لا. وبرجع للي غنوا دلوقتي. عارفين يعني ايه غناء شعبي؟ طبعا. انا بسالكم، يا ريت تردوا. ايوه انا عندي عندي يعني 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 مريم قالت انا خبطت اغنيتين كنت عايزه شهره يعني. ياسمين بتقول انا هي بتغني مهرجانات وبتقول انا ببسط الناس والناس بتقلع هدومها وانا ما عنديش. يا وائل بيه، انا مش مسؤوله يعني. انا مش قلت الناس بتقلع، انا قلت ناس شباب، ده جزء شباب مع بعضيها بيفرحوا العريس وبيرقصوا معاه، دي حاجه تخصهم بقى، يقلعوا ما يقلعوش دي حاجه مش بتاعتي. بس انت اللي عامله لهم الحاله، انت اللي عامله لهم. انا ليا بفرح العروسه، ليا اللي برقص ام العروسه واصحابها، ليا اللي انا برقص الناس كلها، دي حاجه بقى تخصني انا. يمكن انا ماليش دعوه. برقص المجتمع يا ياسمين. لا ماليش دعوه بقى اللي هم يقلعوا بقى مع نفسهم، دي حاجه مش بتاعتي حضرتك. طيب اتفضل يا استاذ حلمي. اتفضل استاذ وائل. اتفضل الاخت اللي بتتكلم دلوقتي تقدر ترد عليا؟ طبعا اتفضل حضرتك. مؤهلك ايه؟ نعم. شهادتك ايه؟ دبلوم تجارة ان شاء الله. نعم؟ دبلوم تجارة. هي دبلوم تجارة واشتغلت كوافير شوية. دبلوم تجارة؟ هو الشغل مش عيب ولا حرام حضرتك؟ مش عيب طبعا، مش عيب. لا لا مش عيب. انا فيهم اللي عيب، الكوافير ولا الغنى؟ نعم؟ الكوافير ولا الغنى العيب؟ الاتنين عندي على فكرة موهبة وانا حباهم جدا. لا الكوافير كان اشرف. لا انا حابه الفن وحابه الرقص وحابه كل حاجة عامة. كل الناس غاوية فن. طب ما في فن تصفيف الشعر جميل، انما فن خروج الصوت بالطريقه اللي احنا بنسمعها دي ارجوك. ما هقول لحضرتك حاجه يا استاذ حلمي، الايام دي هي الحاجات دي المهرجانات هي اللي ماشيه. يعني انا مش هروح مثلا يعني مش بدل ما اغني، بدل ما اغني وارقص واعمل اللي انا عايزاه احسن ما اروح اعمل حاجه غلط. طب ليه؟ يعني ايه مهرجانات؟ نعم؟ جاوب عليا، يعني ايه مهرجانات؟ ايوه ماشي. يعني ايه مهرجانات؟ يعني رقص بيرقص الناس في الشارع، في الافراح، في اي حته عامه. الله اكبر، وصحت الرؤيه يا استاذ وائل. عرفت الاجابه يعني ايه مهرجان فيستيفال؟ يعني ايه؟ ثبتت الرؤيه. الاخت اللي البلونديه اللي عامله شعرها بحييك لانك قلت جمله حقيقيه 100%. شكرا يا استاذ حلمي. انك انت المشاهدين ان هم اللي طالبين تعرضوا اللي انتوا بتقولوه. ايوه الاتهام موجه للمشاهد، لا المشاهد بقى هو المشاهد اللي هو على درايه وعلم وذوق وثقافه، مش لازم ثقافه كتاب ولكن ثقافه سمع. لما يقعد ويسمع اللي هو بيسمعه دوت ويسقف له، ليه انا بوجه العيب اللي غنوا؟ صح. اولا لا مؤاخذه انا قلت هو هنا، هو ملوش علاقه، هي ده عرض غناء عشان تبقوا عارفين يعني. انا ما انا بقول للجمهور عايز ايه بعد اللي انت بتسمعه؟ ناوي تروح فين؟ يا استاذ وائل كان في مؤتمر اول امبارح حضره الوزراء، وقلت جمله واحده فبيقول لي في امل، قلت له في 10 تقفال، افتح لي القفل الاولاني وانا افتح لك التسعه. قال يعني في امل؟ قلت له ما تفتح الاولاني لو شاطر.
فاحنا في حاله قفل قافل علينا كلنا نتيجه ان شبابنا بيتعاطى غناء لان البوليس كبس على بتوع المخدرات فبداوا يتعاطوا غناء فهتبقى سنتنا سودة في تعاطي الغناء اللي احنا فيه ده. صح. طيب ياسمين يا استاذ حلمي بتقول لك الجيل عايز كده يعني يبدو ان دي مش ايامك يعني ده جيل جديد عايز كده يعني. انا جيل يا بابا انا جيل الجيل اللي حضرتك مش بتسمع مهرجانات اولا فحاجه دي مش تخص حضرتك دي حاجه تخص اللي هو الشباب اللي هو طالع جديد اللي بيغني المهرجانات. نعم الشباب اللي بيقول ده ايه حضرتك انا مش سامع حضرتك استاذ حلمي قصده ان ما تصنفيش ده بقى بغنى يعني ما تصنفيش ده بغنى. لا انا ماليش دعوه بالفن انا بقول لك حضرتك انا واحده بغني مهرجانات انا ماليش دعوه انا مش فنانه انا واحده مشهوره بمهرجانات بالغنى اللي هو المهرجانات اللي هو طالع دلوقتي حاليا اللي احنا بنرقص عليه في الافراح في اي حته. وائل استاذ وائل اتفضل يا استاذ حلمي. انا بحيي حضرتك لان انت بتعري جمهورنا وقد ايه انا بحييك لانك بتعري كل شيء مبسط في هذه البلد. واوعى تقول لي انا ببني عمارات وببني ابراج، ابن البني ادم الاول اللي وقع في الطين وبدا يتعاطى حاجه مسماه غناء وهي ليست بغناء. عندك حق يا استاذ، عندك حق. بشكرك الف شكر.